السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. سوف نستغل بعض الدقائق البسيطة في استراحة الغداء كي أقدم لكم الجديد، جديد ما حصل في ألمانيا في مدينة هالة شرق ألمانيا، كي نقطع الباب على الإشاعات وكي ننشر لكم الأخبار الصادقة والحصرية والموثوقة وتعرفوا كل شيء بإذن الله. هناك الآن أخبار عاجلة يجب علينا أن ننشرها. الصحافة الألمانية قالت وأكدت حاليا وهذا اليوم بأن الفاعل هو فقط شخص واحد. كانت الشرطة الألمانية يوم أمس يوم الأربعاء تقول بأن الهجوم قام به 3 أو 4 أشخاص. لذلك قامت الشرطة في مدينة هالة بتطويق المدينة ومنع الناس من الخروج وطلبت منهم البقاء في البيت، أيضا طلبت من الناس في المدارس أن يبقوا في المدرسة، غلقوا محطة القطار، غلقوا الروضة وطلبوا من الأطفال البقاء في الروضة. يعني كانت حالة جد صعبة عاشها سكان مدينة هالة يوم أمس. وتحية إلى كل المشاهدين الذين يشاهدوننا ويعيشون في مدينة هالة، تحية حب واحترام لكم أصدقائي ولجميع للجميع كيفما كان من جميع الجنسيات. لكن سكان مدينة هالة عاشوا أيام ويوم حانق وصعب يوم أمس. المهم الشرطة أكدت هذا اليوم بأنه من قام بهذا العمل هو فقط شخص واحد اسمه شتيفان، عنده 27 سنة، ألماني الجنسية، كان يعيش مع أمه وأبوه وأمه مطلقين عندما كانت عنده 14 سنة، وظل عند أمه، مرات يبقى عند أمه مرات يمشي عند أبوه. في مثل هذا السن أنه شاب عنده 24 سنة وما زال يعيش عند أمه، هذا الأمر شيئا ما غريب جدا في ألمانيا، لأنه أي شخص عنده 27 سنة وما زال يعيش عند أهله في ألمانيا، إذا هذا الشخص انطوائي انزوائي غريب الأطوار، لماذا ما زال يعيش عند أمه؟ هكذا يسأل الألمان. لذلك أغلب الألمان عندما يصلون 18 19 20 سنة ينتقلون للعيش لوحدهم. أبوه حكى للصحافة وقال بأنه ابنه، يعني هذا المجرم الحقير الإرهابي الذي قام بهذه العملية الجبانة وعملية الغدر ضد الناس، قال بأنه انطوائي للغاية، ليس عنده أصدقاء، دائما يتصارع مع أمه، دائما يتصارع مع أبوه، حتى أغلب أصدقائه هم كلهم، يعني أغلب أصدقائه كلهم يعرفهم فقط عن طريق الإنترنت. قام بفعلته الجبانة عندما توجه إلى كنيسة يهودي، يوم أمس كان هناك احتفال اليهود بعيدهم الديني، حاول الهجوم على أحد الكنيس اليهودي، كان فيه 80 يهودي وحاول الدخول لهم والهجوم عليهم، تمكنوا من غلق الكنيس. بعد ذلك خرج إلى الشارع وبدأ بإطلاق النار على الناس، أطلق النار على مواطنة كانت ذاهبة في الشارع تعازينا الحارة إلى أهلها، توفيت على الفور، ودخل إلى محل شاورما تركي وهناك أطلق النار على سباغ كان يعمل استراحة الغداء هناك، أطلق عليه النار، أيضا توفي ذاك الشخص تعازينا الحارة لأسرته. أثناء العملية قام بنشر كل الأحداث على بث مباشر، يعني عمل بث مباشر على الفيسبوك ونشر جريمته وإرهابه أيضا في الإنترنت، وكان هناك يتكلم ويقول أمور معادية للسامية، معادية للإنسانية، معادية للإسلام، معادية لليهودية، معادية للمساجد، وتوعد أيضا اليهود وتوعد المسلمين وتوعد الأجانب وتوعد بأنه سوف يقوم أيضا بالهجوم عليهم. يعني شخص حقير، شخص مجرم، شخص منهار نفسيا، شخص يعني غريب الأطوار، كيف يفكر هذا الفكر الرخيص، هذا الفكر الجبان؟ نتمنى له أشد عقوبة. حاول الهرب، سرق تاكسي وحاول الهرب خارج المدينة، لكن قامت الشرطة بتطويق الطريق الوطنية ب91 بالشاح، طلبت من الشاحنات غلق الطريق، جاء رجال الشرطة وألقوا عليه القبض. نتمنى له عقابا شديدا كان يكون عبرة لكل العنصريين ولليمين المتطرف، ونتمنى أيضا أن الحكومة الألمانية تضرب بيد من حديد على اليمين المتطرف الذي يرغب بزعزعة الأمن والسلام والتعايش في هذا البلد الجميل. ونتمنى حياة كريمة وحياة سعيدة لكل الناس. أحببت أن أنشر لكم آخر التفاصيل. سأخرج الآن
أعمل شيئا ما هيك، أشم شوية هواء، ما زال عندي وقت تقريبا 15 دقيقة استراحة غداء، وبعد ذلك أرجع إلى المكتب. شكرا على المتابعة، السلام عليكم، إلى اللقاء.